أخبار اليوم. منور مهرجان دبي السينمائي في دورته ال 12. ربنا يخليكي، ميرسي، شكرا. تقولي ايه النهارده وانت في حفل الافتتاح؟ اقول ميرسي لهاني بحيري على التسان الجميل ده، وميرسي عزه فهمي على الاكسسوارز دي، ويا رب ان شاء الله الفيلم ياخد جايزه يعني باذن الله. ان شاء الله. دي اول مره تشاركي فيها؟ لا، دي تاني مره بعد 6 7 8. ايه الجديد عندك في الفتره الجايه بتحضري؟ والله لسه خلاص فيلم حرام الجسد، وباذن الله بشوف حاجه تانية جديده نعملها ان شاء الله. كل التوفيق. اوكي، ميرسي جدا.